البرهان في إعجاز القرآن. التقويم. الفرق بين التقويم القمري والشمسي 10 أو 11 يوما في السنة، فالسنة الشمسية تعادل 365 يوما فاصل 2422، بينما السنة القمرية تعادل 354 يوما فاصل 6036. ومن هنا فإن 300 عام شمسي تعادل تماما 309 أعوام قمرية تساوي 109573 يوما بلا نقص ولا زيادة. وهنا تتجلى دقة إعجاز التعبير القرآني في قصة أهل الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي أنهم لبثوا 300 سنة بالتقويم الشمسي تزداد 9 سنوات إضافية إن حسبت بالتقويم القمري، والله أعلم بما لبثوا. التقويم القمري هو التقويم الطبيعي الذي ترتبط شهوره بظاهرة طبيعية هي تغير أوضاع القمر بشكل مضطرد متكرر. أما غيره من التقاويم فأساسها وحدات شهور افتراضية لا علاقة لها بظواهر طبيعية. صحيح أن السنة القمرية لا تتطابق مع السنة الشمسية التي فيها تتم الأرض دورة كاملة حول الشمس، إلا أن الأمر لم يكن كذلك يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن الأرض في دورانها حول نفسها ظلت تبطئ تدريجيا منذ خلقها بتأثير التباطؤ الطبيعي منذ انطلاقها منفصلة عن الشمس فيما يعتقد، إلى جانب تأثير جاذبية القمر على المد والجزر في المحيطات، فازداد يومها طولا يوما بعد يوم بمعدل سريع في بداية الخلق حتى تناقص إلى معدل ضئيل، فيزداد اليوم طولا بمقدار 2 × 10^8 ثانية كل 100 عام في هذا الزمان. ويعني هذا أن الأرض حين خلقها الذي يعتقد أنه حدث منذ حوالي 5 بلايين سنة كانت تنطلق بطاقة أعلى منها الآن سواء في دورانها حول نفسها أو حول الشمس، وبالتالي كانت السنة الشمسية على الأرض أقصر منها الآن، ولا بد أنها في يوم من الأيام لا نعلمه ولن نعلمه ولا نملك حسابه، لأن معدل تقاصر حركة الأرض وتغيره عبر الزمان منذ النشأة مجهول، لابد أنها كانت مساوية للسنة القمرية. وينطبق هذا المنطق مع قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. نلاحظ في هذه الآية التعبير يوم خلق السماوات والأرض وليس منذ خلقها، أي أنها كانت كذلك وقتها طبقا لحدود التعبير.